السلام عليكم، معكم وائل بوزاير رئيس مؤسسة مقاولة ومغرب المستقبل. اليوم احنا في ايفينمون اللي طلقنا عليه اسم افتر ورك ايفنت، اللي كيجي في سلسلة ديال 4 ديال لي ايفينمون اللي فيهم كنحاولوا نوصلوا بزاف ديال لي ميساج. كل ايفينمون غادي تكون عنده خصوصية ديالو، وهاد لي ايفينمون هادو لي ايفينمون هادو ماشي هما اول دي ايفينمون اللي درنا في المؤسسة ديالنا. احنا تقريبا عام ونص وحنا في مراكش كنجمعوا دي جون اللي عندهم دي زيد بروجي، اللي عندهم ديجا دي بروجي ديالهم، باش هكا نرسخوا واحد المبادئ في مجيت مراكش، انه حنا مجينا اللي فيها لي جون ديالها كيتعاونوا باش كل واحد يزيد لقدام، باش كل واحد يبين داكشي اللي عنده. ان شاء الله في الاشهر الجايه غادي تشوفوا دي زيفينمون اخرين بحال هكا، دي زيفينمون نيتوركين اللي فيهم واحد لو بارطاج بين كل شاب وشاب، كل واحد والاكسبيريونس اللي عنده، كل واحد والطيحات والنوضات اللي دار. بلوس كيكونوا معنا دي زيكسبير اللي كنحاولوا نخليهم يكونوا اكثر من 40% ديال لي بارتيسيبون اللي كيكونوا في ليفينمون، باش هكا يكون لو بارطاج اكثر، الناس يستافدوا اكثر، ويكون ليكسبيرتيز بواحد الدرجه بواحد النسبه اللي هي عاليه، كوم سا نطلعوا من لا فالور ديال ليفينمون، نطلعوا من لا فالور ديال مدينه مراكش بالشباب ديالها. شكرا. تقدر تكون شويه غريبه ولا هاد الثقافه ما منتشرش بزاف هنايا في مدينه مراكش ولا في مدن اخرين، هو انه يكون ايفينمون اللي ما فيهش الكراسه، ما فيهش الناس اللي كيهضروا كياخذوا لا باغول 20 دقيقه عاده باش نبداو، يجي البوفي عاد نبداو نهضروا. لا، حنا لونسينا ديريكتومون ليفينمون انه يبدا نيشان، يعني ما يكونش واحد الشخص اللي غياخذ واحد ليفور كبير ولا واحد الوقت طويل. الناس كاين دي زيفينمون اخرين اللي غنديروا فيهم بحال هكا، مي هاد ليفينمون ركزنا اكثر على ليشونج، ركزنا اكثر على انه نبينوا دي مارك اللي اليوم عندهم دي ستوند اللي غادي تشوفوهم حتى هما معنا في لي غوش اللي غادي يدوزوا ان شاء الله، انه كاينين دي ستوند ديال الناس اللي بداوا لي مارك ديالهم. كاين اللي اول مره جا فكر في لا مارك قلنا ليه اجي خذ ستوند وبدا تيبيع فيها دابا، واليوم دار اول درهم ديالو في لا مارك ديالو. هاد لي زيفينمون هادو دي زيفينمون ديال الناس دورز، الناس اللي كيديروا، الناس اللي ما كيهضروش، يعني كنبغيو دائما انه نبينوا خدمتنا. وانتم كتشوفوا الريزولتا ديال هذا الشيء، اكثر من 150 شاب سون انونسمون سون ريان جاو تاقوا في ليدي، شافوا الناس اللي غادي يكونوا لي زيكسبير اللي غادي يكونوا وجاو، وهما اليوم كيديروا لي شونس ديالهم وكيستافدوا من بعضياتهم. السلام عليكم، معكم ريتا ميهوبي، جو سوي شارجي دو كومونيكاسيون في توجيه كونسلتين اللي كندير لوريونتاسيون اكاديميك بارابور لي باشولي، او ميم طون جو سوي ممبر في لايف ام او مقاول مغرب المستقبل اللي كتنفعنا بزاف لو نيتوركين، كنتعلموا على كنتعرفوا على لي زونتربرونور اللي كاينين في لو ريزو ديال مراكش، كنشوفوا لي بروجي ديالهم، كنسيبورتيو بعضياتنا باش نوليو كاملين شباب متثقفين ونوليو كاملين عندنا واحد نيتورك مزيان ان شاء الله. بالنسبه لكم اليوم اشنو استفدتوا من هاد الاكسبيريونس اللي درتوها؟ لي في ام او من نهار دخلنا ليها كنا استفدنا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي كوتي، يونا بلوزيوغ فورماسيون اللي استفدنا منهم دو ديفيرونت بول دو ديفيرونت دومين، كو سا سوا اون انتربرونيا سوسيال، كو سا سوا في نيتوركين، كو سا سوا كيفاش تجيري لو ستريس ديالك، بلوزيوغ بول اللي كنا كنتعرفوا عليهم في لي فورماسيون، كتعاونك باش تطور بزاف من راسك. غيتا اللي دخلت في لايف قبل من لايف ماشي هي غيتا ديال دابا، تعرفت على بزاف الناس اللي ما كنتش كنعرفهم الحمد لله، ولاو عندي دي تري بون كونتاكت، واليوم جايه باش هي هذاك لو كونتاكت باش نعاود نتلاقى مع دوك الناس اللي تعرفت عليهم في لو بروميير جورني. ميرسي لي فيم. بالنسبه لك ليكسبيريونس بحكم ليكسبيريونس ديالك انت، اشنو ممكن تقولي للمقاولين الشباب؟ داكور، دونك ديجا في المغرب ولاو بزاف ديال المقاولين الشباب اللي كي برون دي انيشاتيف اللي كي كرييو دي بروجي اللي عندهم ان امباكت سوسيال، شوز كي تري 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 بون، وكنشوفوا ان الشباب ولاو كيخدموا على المغرب وكيخدموا على لي بوتونسيال ديالهم اللي عندهم. دونك جانفيت لي زونتربرونور اللي حتى هما ما داخلينش معنا باش يدخلوا يستافدوا، غادي يكون ان نيتورك مزيان، غادي تعرفوا على دي انفستيسور، على دي جون اللي عندهم دي تري كرون بوست اللي غادي يعاونوهم في البروجي ديالهم.